وفي ديك اللحظه غادي يناديه واحد الصوت اللي تيقول اثبت يا محمد، فان كان اهل الارض ما عرفوش القدر ديالك فان اهل السماء قد عرفوك. غادي تفتح السقف ديال دارو، فاذا بسيدنا جبريل عليه السلام غادي ينزل عليه وغادي يشق الصدر ديال الحبيب، وهو ينطلق بهم البراق في الظلام حتى وصل بهم البيت المقدس. ومن بعد قال يا محمد اقرئ امتك مني السلام. شوفوا على عظمه وعلى جلال. ليهدأ روعك يا محمد، ادنو ادنو، انت على بساط انس الله يا محمد. اليوم غادي تربطوا الأحزمة ديالكم معايا ديال الثبات، وغادي نمشيو نسافروا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج اللي طلبها لي شحال واحد فيكم، باش نشوفوا معاه شنو شاف وشنو سمع. في حلقة اليوم أولا في هاد الليلة غادي نمشيو في رحلة سماوية مع خير خلق الله، اللي فيها غادي يشوف الآيات ديال مولانا الكبرى، غادي يشوف جبريل عليه السلام الحقيقة ديالو، وغادي يشوف حتى الأنوار الإلهية، موسى كليم الله وإبراهيم حبيب الله، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كليم الله وحبيب الله. رحلة الليلة ما بغيتهاش تفوتكم، فهي راحة للنفوس وحتى للأرواح. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم في أحسن ما يرام. في الحلقة الماضية كنت سولتكم من هو أول من سمي بأحمد، وتبارك الله عليكم عرفتوا الإجابة واللي هي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما سؤال حلقتنا اليوم ما يمكنش ما تكونوش عارفينه، من هو النبي الذي أطلق عليه اسم الذبيح أو لا ذبيح الله؟ أشبه لكم لنبدأ القصة ديال الليلة اللي غادي نحاول لكم، فهي ثابتة بالتفاصيل جلها في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهم من الكتب ديال السنة. خليني نبدأ معكم. من بعد الفاجعة اللي أصابت خير خلق الله في أنه مات عمه أبو طالب اللي كان تيحميه من الكفار والمشركين، زائد الوفاة نتاع سيدتنا خديجة رضي الله عنها اللي هي الأنيسة ديالو، سيدنا محمد غادي يضيق عليه صدره وغادي يتصير ويحزن، وغادي يطردوه أهل الطائف لدرجة أنهم ضربوه بالحجارة حتى سال ليه الدم الشريف من قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ويخرج هربان لمكة وهو كيدعو مولانا اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وهذا الشيء هو آخر حاجة اللي كان قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذيك اللحظة غادي يناديه واحد الصوت اللي تيقول أثبت يا محمد، فإن كان أهل الأرض ما عرفوش القدر ديالك فإن أهل السماء قد عرفوك، فأنت إمام المرسلين وأنت حبيب رب العالمين. من بعد ما طاح الظلام الحبيب غادي يمشي لبلاصتو باش أنه ينعس، وهو كان ما بين أنه نائم واليقظة غادي تفتح السقف ديال دارو، فإذا بسيدنا جبريل عليه السلام غادي ينزل عليه وغادي يشق الصدر ديال الحبيب من النحر ديالو إلى أسفل البطن، وغسل ليه قلبه بماء زمزم، وجاب واحد القسط من ذهب مليء بالحكمة والإيمان، وغادي يفرغها في صدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من بعد غادي يشدو وغادي يجيب البراق واللي هو واحد دابة بيضاء طويلة، لما غادي يدنو منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذاك البراق غادي ينفر منه، فقال جبريل عليه السلام ألا تستحي يا براق، فوالله ما ركبك عبدا أكرم منه، فإنه أحب خلق الله، الله الله، فإنه أحب خلق الله إلى الله، إنه محمد بن عبد الله. وهنا فين غادي يتهدن هذاك البراق حتى ركب عليه الحبيب، وكان معه جبريل، وهو ينطلق بهم البراق في الظلام حتى وصل بهم البيت المقدس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يربط البراق في واحد الحلقة اللي كان الأنبياء حتى هما كيربطوا فيها عليهم السلام أجمعين. من بعد غادي يصلي في المسجد الأقصى زوج ديال الركيعات، ومن بعد ما غادي يخرج سيدنا محمد غادي يجيه جبريل عليه السلام بواحد الإناء من الخمر وواحد آخر من لبن، وهو يختار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللبن، وهو يقول ليه جبريل اخترت الفطرة يا محمد. وهنا فين غادي تبدا الرحله السماويه، سيعرج بالحبيب في رحله سماويه اللي غيقطع فيها حجوب السماء حتى وصل للسماء الدنيا، وهو يدق على جبريل عليه السلام، فقيل من؟ فقال جبريل، وقيل ومن معك يا جبريل؟ قال محمد رسول الله. قيل وقد بعث؟ قال نعم. وهو يتفتح لهم، وهنا غادي يبداو المشاهد اللي بغيتكم انكم تخيلوها معايا وتدخلوا فيها بالعقل ديالكم والأرواح ديالكم. فإذا بواحد الرجل كان جالس، فإذا شاف في اليمين ديالو ضحك،
وإذا شاف لي صار ديالو بكى وهو يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من هذا يا جبريل؟ قال لي: هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله هي الذرية ديالو، فأهل اليمين هم أهل الجنة وأهل الشمال فهم من أهل النار. غادي يسلم سيدنا آدم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وغادي يقول ليه: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ادعى عليه بالخير. من بعد غادي يطلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السماء الثانية وغادي يشوف ابني الخالة اللي هو عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام، وغادي يرحبوا بالحبيب وغادي يدعوا ليه بالخير. من بعد غادي يطلع للسماء الثالثة وهو يشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف، وهو لمن تعطى نصف جمال العالم، وغادي يرحب به وغادي يدعي معاه حتى هو بالخير. من بعد غادي يطلع للسماء الرابعة وغادي يشوف سيدنا إدريس وغادي يرحب به حتى هو وغادي يدعي معاه بالخير. مولانا تيقول على هذا النبي عليه السلام: ورفعناه مكانا عاليا. من بعد غادي يطلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للسماء الخامسة وغادي يشوف هارون عليه السلام وغادي يرحب به وتا هو غادي يدعي ليه بالخير. من بعد غادي يطلع للسماء السادسة وغادي يشوف سيدنا موسى عليه السلام. سمعوا تيقول: رأيت موسى نحيفا طويلا أسمرا، قال: كان شديدا، زعما كان يرفع صوته. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: من يكلم؟ قال: يكلم ربه. قال: أو يجرؤ؟ غادي يقول لي جبريل: إن الله علم شدته فغفر له. يقول: ثم التفت فنظرت إلى موسى وإذا به يبكي. وهو يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: علاش يبكي موسى؟ غادي يقول ليه: هذا الغلام الذي جاء بعدي، وهنا كان تيقصد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتبعه أكثر مني. تيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فالتفت فإذا بغمامة سوداء. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء قوم موسى وأتباع ديالو. من بعد سيعرج بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للسماء السابعة. تيقول: فرأيت رجلا شيخا أشباه وأشباهي، زعما وجهه كيشبه الوجه ديالي، وهو أقرب نبي في الخلقة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خليل الرحمن، كان ساند ظهره على البيت المعمور، وهذا البيت كيدخل ليه كل نهار، تخيلوا معايا، 70,000 ملك وما كيعاودوش يرجعوا ليه. ويسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم وقال ليه سيدنا إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ومن بعد قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وقول لهم باللي الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وباللي الغراس ديالها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من بعد سيعرج بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، للورق ديالها بحل آذان ديال الفيلة، والثمر ديالها بحل أباريق. فلما تغشاها ما غشا، وشنو في نظركم غيكون غشاها؟ غيكون غشاها نور الله. كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فرأيت الأعاجيب، رأيت نور الله فتغيرت السدرة وأصبح الفراش من الذهب، والله إني أعجز عن وصف ما رأيت. للمعلومة في نظركم علاش تسمت بالمنتهى؟ حيث المكان هو النهائي، آخر حد اللي كيوصلوا ليه المخالق، يعني النهاية. تقول: فالتفت إلى جبريل بأجنحته 600، فإذا به كالحصير البالي، زعما كيولي بحال الثوب، تيطيح على الأرض، طايح في الأرض خشوعا لله جل علاه. شوفوا على عظمة وعلى جلال، خوفا وخشية من الله. فالله يرزقنا حسن الأدب مع مولانا وحتى التعظيم. في هذه البلاصة غادي يوقف سيدنا جبريل عليه السلام باش أنه يخلي الحبيب في هذا المكان خشية من الله تعالى، ويقول لي سيدنا محمد: واش شفتي ربك يا جبريل؟ انتفض جبريل وقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجاب من النور، لو دنوت من أدناها لاحترقت. من بعد غادي تنقاطع الأصوات على الحبيب وغادي يسمع كلام مولانا تيقول: ليهدأ روعك يا محمد، أدنو أدنو، أنت على بساط أنس الله يا محمد. وهنا فنعرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باللي هو في الحضرة الإلهية. من بعد غادي يسمع سيدنا محمد صريف الأقلام وصوت ما تكتبه الملائكة عليهم السلام من قضاء الله تعالى ووحيه. فهذا المقام غادي يفرض مولانا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كل مسلم 50 صلاة في كل نهار. وغادي يهبط سيدنا رسول الله حتى غادي يوصل عند سيدنا موسى
وغادي يحبسو وغادي يقول ليه يا محمد شنو فرض ربك على أمتك؟ جاوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرض علي 50 صلاة كل يوم وكل ليلة، فرض علينا 50 صلاة كل يوم وليلة. وهو يقول لسيدنا موسى ارجع لمولانا وطلب منه التخفيف حيتاش الأمة ديالك ما غاديش تقدر عليها، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فاحتبسه فلم يزيد يردهم موسى. غادي يرجع سيدنا محمد لعند مولانا وقال لي يا ربي خفف علينا، راه الأمة ديالي ما تقدرش على هذا. وهو يرفع عليه مولانا 10 صلوات ورجع لعند موسى ويقول له ارجع إلى ربك يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، ارجع يخفف عنك ربك. وهو يرجع سيدنا رسول الله عند مولانا ويقول له يا ربي إن أمتي ضعف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم وأبصارهم فخفف عنا. ويقول له مولانا عز وجل يا محمد لبيك وسعديك إنه لا يبدل القول لدي، يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. المهم بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تيرجع لعند مولانا حتى خلاها 5 صلوات في اليوم. واحد اللحظة غادي يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا موسى قد والله استحيت من ربي مما اختلفت إليه. أو يقول سيدنا موسى فهبط بسم الله. غادي يهبط سيدنا محمد وفي هذه الليلة الشريفة تعطوا ليه خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته. في هذه الليلة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يشوف أمور كثار اللي كتخلع وكتبكي العيون، غادي يشوف أنواع من العذاب اللي غادي توقع للبعض من الأمة ديالو. على سبيل المثال غادي يشوف أقوام اللي عندهم ضفار طوال من النحاس كيقمشوا وجوههم وحتى صدرهم. ويقول عليه الصلاة والسلام شكون هادو يا جبريل؟ قال ليه هؤلاء لتيأكلوا لحوم الناس ويقعون في الأعراض. وهذا أكبر دليل على أن العرض ماشي سهل. كان جلسوا في الجماعة وكان بقوا خدامين في الأعراض نتاع الناس، وهذا ما يسمى بالكلام الذي لا يرضي الله. فمن بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يطلع ويثير انتباهه واحد المشهد واحد آخر، غادي يوصل لواحد المكان غيلتفت فيه لجبريل. غادي يقول لجبريل هذا المكان ما عنديش إذن فيه أنني ندخل ليه، إذا اقتربت منه أنا جبريل احترقت، وأنت إن اقتربت أو ارتفعت منه اخترقت، زعما تقدر تدخل لهذا المكان. وهذه هي المكانة نتاع حبيبنا وأبينا وخير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بلغ مكانة اللي عمر ما وصل لها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففداك أمي وأبي وروحي يا رسول الله. من بعد غادي يشوف رجال تقرض شفاههم بأقاريض من النار، ويسول جبريل شكون هذو؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك كي أمروا الناس بالبر وكينسوا أنفسهم أفلا يعقلون. من بعد غادي يشوف شجرة السقوم، فتنة وعذاب للظالم، واللي هي واحد الشجرة كتخرج في الجحيم قعر الجحيم، والفروع ديالها كأنهم رؤوس الشياطين وبشعة الطعام. من بعد غادي يسمع الحبيب في جانب الجنة واحد الصوت اللي هو خفيف، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. وهو يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد أفلح بلال. شوي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يشم واحد الرائحة اللي هي طيبة، ويسول جبريل ما هذه الريح؟ جاوبو قال ليه هذا الريح نتاع ماشطات بنت فرعون وأولادها. من بعد غادي يشوف واحد الرجال اللي كيزرعوا يوم وكيحصدوا يوم، وكل ما حصدوا كيرجع الزرع كيف ما كان. وهو يقول شكون هما هذو يا جبريل؟ قال ليه هذو هما المجاهدين في سبيل الله يخلف الله عليهم ما أنفقوا. أيضا غادي يشوف واحد الرجل اللي جمع واحد الحزمة ديال الحطب اللي هي عظيمة وما قدرش أنه يهزها، وغادي وكيزيد عليها. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل شكون هذا؟ قال ليه هذا الرجل من الأمة ديالك اللي عليه الأمانات ديال الناس وما كيقدرش باش أنه يؤديها. أيضا غادي يشوف رجال وأقوام كتضرب ريوسها بالحجر، وهو يقول الحبيب من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. غادي يشوف في هذه الرحله ديالو الهمازين اللمازين من الامه ديالو، واقوام كيتقطع من الجنوب ديالهم، فيقال لاحدهم كل
كيف ما كنتي كتاكل اللحم ديال خوك. من بعد غادي ينزل سيدنا جبريل بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في بيت المقدس، وغادي يصلي الحبيب والانبياء في الصفوف اللي من موراه، ومن بعد رجع لمكه في اخر الليل للفراش ديالو. وفي الصباح غادي يجي ابو جهل لعند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وغادي يقول ليه باستهزاء: هل كان من شيء يا محمد؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غادي يدوي ليه على الاسراء والمعراج، وهو يقول ليه: ابو جهل، اذا عيطت على القوم ديالك اتحدثهم بما حدثتني؟ قال لي عليه الصلاه والسلام: نعم. غادي يصر على القوم ديالو وغادي يعيط لهم وغادي يطلب من الحبيب باش انه يحكي لهم وهو يخبرهم بما راى في الاسراء والمعراج. فمنهم اللي حط يديه فوق راسه متعجب، ومنهم اللي صفق بيديه وهو كيتهكم، وهو يقول: ابو جهل، سمعوا هذا الكذاب شنو تيقول: تركبون على كباد الابل شهرا ويموت من يموت في الطريق حتى تصل الى فلسطين، وهو تيقول بلي انه ذهب لها البارحه وصلى في المسجد. قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: ذهبت لها البارحه وعرج بي الى سماء ربي. فهاد اللحظه واحد الرجل من داك القوم غادي يمشي لعند ابو بكر رضي الله عنه باش يقول ليه الخبر، وهو تعطر طاح وهو يقول ليه: يا ابو بكر افزع، فان صاحبك يكذب. غادي يقول ليه ابو بكر: كيفاش؟ قال ليه: ان محمدا كيقول للناس بلي انه اسري به الى المسجد الاقصى. قال ليه: اقالها النبي؟ قال ليه: نعم. غادي يجاوب ابو بكر بكل صدق وايمان: والله لقد صدق. غيمشي ابو بكر رضي الله عنه عند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وغادي يقول ليه: ما لك يا رسول الله؟ قال ليه: حدثت القوم باني اسري به الى المسجد. غادي يقول ليه ابو بكر: اسري بك؟ قال ليه: نعم. قال لي: صدقت يا رسول الله. قال لي: سيدة محمد وصليت بالأنبياء. قال لي: أبا بكر صدقت يا رسول الله. والناس تيقولوا لي في ديك اللحظة: يا مجنون، راه هذا غير تيكذب. غيضو سيدة محمد عليه الصلاة والسلام عند أبا بكر وهو يقول لي: أنت الصديق يا أبا بكر. ومن ديك الوقت ولا كيتسمى بالصديق. غادي يقول لي القوم ديالو: اعطينا شي علامه حيت انت كذاب. قال لهم: علامتي انني مررت على واحد القوم اللي عندهم بعير وغادي يجيو حتى لعندكم، سولوه شحال ديال الوقت باش يوصلوا عندنا. قال لهم: يمكن باش يوصلوا واحد 3 ايام ومعاهم واحد البعير. المهم غادي يوصف لهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بالوصف الدقيق. المهم كل قريش جلست كتسنى ذاك اليوم الموعود وفايقين من الفجر وكيتسناو باش انهم يثبتوا الكذب على الحبيب. لما جلسوا غادي تدخل عليهم ديك القافله، قدامها كان داك البعير اللي كان قال لهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وهو يجي ابو جهل عندهم وقال لهم: واش داز عليكم رجل قبل 3 ايام ودل البعير ديالكم؟ قالوا ليه: اه نعم. المهم سولهم اسئله واحده اخرى، في الاخير غادي يكذبوه واخا كان كل شيء صحيح. وهم يقولوا ليه: اعطينا شي ايه نصدقك بها. قال لهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: اختاروا شنو ما بغيتوا. قالوا ليه: اسال ربك ان يشق لنا هذا القمر. وهو يقول لهم: واذا انشق؟ قالوا ليه: نؤمن بك. فعلا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غادي يدعو ربه وانشق له القمر، والقمر غادي ينشق على زوج، والجبل غادي يكون ما بيناتهم. ورغم هذا الشيء كله قالوا عليه كذاب وساحر. وهذه هي القصة نتاع اليوم. هذه الرحلة كانت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تثبيت له ومعجزة تتكلم عليها كاع الأمم. وأخيرا هذه الرسالة لكل مسلم مؤمن مكتئب حزين مظلوم إلى ما آخره. تذكر فقط باللي أنه خير البشرية خير خلق الله وشنو قالوا عليه، فما تألمش وما تأداش بظلم الناس ليك أنت كبشر عادي. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما سلكش من شر البشرية، وتذكر بلأنه كل من يرفض الحق يرفض الإيمان ويرفض الإسلام. ما تنسوش تجاوبوني على سؤال حلقة اليوم. خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.